السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا بالف خير وتلقاكم هاد لا فيديو في احسن الظروف. شكرا لكم بزاف الناس اللي اشتركوا جداد في القناه وخلاو لي تعاليق زوينه اللي كتفرح. الله يفرحكم كيف ما فرحتوني، وهذا ما كيدل الا على طيبه قلبكم. شكرا لكم بزاف، وكلمه شكر راها قليله في حقكم. اليوم ان شاء الله فيديو جديده في القناه. كيف ما كتشوفوا راني في الكوزينه، واخيرا غندير لكم جوله في الكوزينه او في مطبخ السكن الاقتصادي اللي كنعتبره انا يعني صغير بزاف، وهو ما كانش بحال هكذا، ولكن غادي نبارطاجي معكم كل شيء كيف ما كتعرفوا على قناه الام حسناء. اي حاجه كتقدر تفيد الامهات وربات البيوت غادي نبارطاجيها معكم، ما غاديش نبخل عليكم. المهم اليوم جوله ان شاء الله في المطبخ، فخليكم معايا باش تكتشفوا معايا الاخطاء اللي درت في الاصلاحات والحويجات اللي انا شارياهم باثمنه اللي هي بسيطه، وبزاف ديال الحوايج علاش انا ما كملتش الكوزينه. بزاف ديال الاسئله غادي نجاوب عليها في هذا الفيديو واللي تستافدوا منها حتى نتوما، وسورتو الناس اللي باقي ما صلحاتش ديورها وباقي ما صلحاتش الكوزينه ديالها بالاخص. اذا بقاو معايا وما تمشيو فين. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المهم هذه الدخلة ديال الكوزينة، نبداو على بركة الله. كيف ما كتشوفوا هذا هو الباب. كيف ما قلت لكم راه كوزينة صغيرة، قبلوا عليا وصافي. الحمد لله على كل حال، كنحمد الله ونشكره. المهم هنا راني معلقة الطابلية ديالي باش كنشقى، راكم عارفين العيد وصل الماعن والشقة بصفة عامة. هنا عندي على يدي اليمين كاينه الثلاجة، المهم هو الباب. هنا كاينه الثلاجة كيف ما كتشوفوا، الثلاجة راه ملصقين ولادي داك التصاورات كيلقاوهم في الفرماج، ما بغاوليش نحيدهم. المهم ماركة ال جي، يعني كنا خدينها دابا شي 11 ولا 12 عام بشي 4100 درهم، كنظن 4100 درهم ولا 4150 درهم بحال هكا، بقيت عاقله بالضبط على الثمن. المهم هذه انا غير ملصقاها، عجباني ملصقاها، راه ما عندي حتى مشكل في الثلاجه، غير ملصقاها وصافي كنحيدها وقت ما بغيت. المهم بالنسبه للثلاجه هي هذه، يعني باش تشوفوا من هنا دايره فوق منها هاد هذا غير باش طاكي عليها الغبره، باقي صراحه ما كتبش نصايب لها الاكسسوار ديالها. صراحه ملي لقيت راسي انني باقا غادي نصلح في الكوزينه صافي عكست، ما بقيتش بغيت ندير حتى شي حاجه نزيدها صافي. هنا فوق الثلاجه دايره داكشي خفيف، يعني دايره واحد الشبيكات محطه فيها السرابات اللي كيكونوا نقيين اللي كنحتاجهم هكا ملي كيكونوا الضياف ولا ديال الكيسان وديال الضياف. هنا دايره البابي كويسون، واخا هذا البابي كويسون كله غادي نلوحو. وهنا دايره ديال السباكيتي ما عنديش فين نديرها لانها طويله بزاف، وهذه اللي بغيت نبارطاجي معكم صراحه زوينه، عمليه اللي عندها الوليدات الصغار. كنا خدينها من بيم، ما نقدرش نقول لكم دابا شحال، 6 سنين ولا ما عرفت شحال. زوينه الوليدات هكا، كتفتح الشهيه تكون بحال هكا، تهزيهم بحال هكا. خدينا بشي 30 درهم كنظن. المهم هي هادي، كندير فيها اللوز، كندير فيها بعض المرات كندير فيها حتى الشلاضه كالوليدات، باش شفتوها كتهزوها كتجي زوينه، كتهزو هاد البواطات كتجي زوينه صراحه. كنخليها كالولادي ملي كيضرهم الجوع. ما حطها فوق الثلاجه كيبغيوها كنجبدها ليهم. بالنسبه لجنب الثلاجه كاينه هاد الشبيكه هادي اللي خديتها من ايكيا ب 130 درهم. كيف ما كتشوفوا صراحه هازه ليا نيت، لان كما قلت لكم الدار الكوزينه صغيره ما عنديش فين غنحط كلشي. المهم نفعاتني، يعني خديت جوجات. هذه درتها هنا فيها داكشي كله ديال الفطور، فيها داكشي اللي كنحتاج يوميا، اللي كسنيده، الحليب اللي ما هكا كيكون باقي مسدود ما تنديروش في الثلاجه. عندي تما الديسير، عندي لتحت عندي السرابات اللي كنحتاجهم هكا الاستعمال اليومي. المهم هي هذه صراحه عمليه، كما قلت لكم خديتها ب 130 درهم، جات بعدا جات مزيانه هنايا. وكنتمنى تعطوني الاراء ديالكم حتى نتوما، وهنا المكان اللي جاني انا مناسب ليها، ما لقيت حتى شي مكان اخر. المهم بالنسبه للدليج غادي ندوز باش نقول لكم على الدليج. هنا اللي زلجنا به الكوزينه، هذا الكارو هذا خديناه بصراحه شحال دابا، راه 5 سنين كنظن، 5 سنين 70 درهم للمتر كاري، خديناه ب 70 درهم للمتر كاري هو هذا. وبالنسبه لهادو الطابلويات اللي كيكونوا هكا فيهم الفواكه ولا فيهم هكا دي موتيف مختلفه، كل واحد وثمنه. بحال دابا هذا خديناه ب 30 درهم، هذا اللي كيكون هكا ملس، تيكون هكا رطب وملس، على حساب الزواقات كيزيد الثمن من 25 درهم حتى ل 40 درهم بحال هكا، هذا هو الثمن، وغالبا كتلقاوهم ب 30 درهم، يعني بنادم يتشاطر على راسو. المهم هذا خديناه ب 30 درهم، وهذا قال لينا، هذا اللي في الجهه الاخرى قال لينا 40 درهم، هذا اللي فيه تمر بحال هكا، هذا الموتيف هذا قال لنا 40 درهم، وخديناه حتى هو ب 30 درهم. الا هذا اللي كيكون على شكل 3D، هذا اللي تيكون على شكل 3D، يعني كتقيسوا هكا، كتحسوا بهاد الاشياء هادو ملي كتقيسوهم، تحسوا بالبراد بالمعلقه، كتعرفوا 3D. هادو اللي كيتراوح الثمن ديالهم من 60 درهم حتى ل 120 على حسب الموتيف وعلى حسب الحجم ديال او المساحه ديال الثلاجه. المهم هذا خدينا حنا ب 70 درهم، هذه خديناها ب 70 درهم. بالنسبه لهاد الباندا هادي، بالنسبه لهاد الباندا هادي خديناها ب 13 درهم للمتر، خديناها ب 13 درهم للمتر. بالنسبه للارض راه ما بدلناش الزليج صراحه، راه باقي فيه ضريبات وهذا راه باقي ما بدلناش، باقي صراحه ما باقي كما قلت لكم، باقي الاصلاحات، داكشي علاش باقي ما بدلناش. المهم غادي نقول لكم على هاد البلاصه هادي، علقت فيها هاد العلاقات هادو صراحه صحاح، هاد العلاقات هادو راه خداهم ب 20 درهم، علقت فيهم هادو المغرفات هادو لان ما عنديش فين نعلقهم في الجهه الاخرى. وهاد العيبات هادو كيلصقوا غير في الزليجات اللي كيكونوا هكا، يعني بلا اللي كيكونوا هكا محفرين ما تيلصقوش فيهم، فلقيت هذه البلاصه الانسب اللي غادي نقدر نلصقهم فيهم. هنا عندي هاد المغرفه هادي غتشوفوها كحله، راه ماشي موسخه ولا شي حاجه، راه كاين واحد اليونوكس اللي كتقيسوا الحراره تيولي هكا تيكحل. هادي راه خديتها من بيم ونفس الثمن باش خديت هادي، هادي خديتها غير على برا، هادي اليونوكس ديالها صدق ما وقعت ليه حتى شي حاجه، وهذا ولا كحل كيف ما كتشوفوا، يعني ماشي راه موسخه ولا شي حاجه ما حكيتهاش، ولا راه كاين الانوكس اللي كيكحل. ايوا صافي هادشي اللي كاين بالنسبه للثليج. غادي ندوز باش نقول لكم على حساب البلاكارات وعلى حساب لافابو. المهم كيف ما كتشوفوا جهه لافابو هنايا، هنا عندي هاد الشبيكه هادي راه كلكم عارفينها معروفه، باقي ما علقتهاش صراحه، ما زعمتش انني نثقب في الحيط ونعلقها، قلت خليها غير هكا، يعني باقي ما قررتش 100% انني نعلقها. وهنايا عندي هذه ديال المعالق، وعندي دايره هنايا دي ديال اللي كنغسل بها، دايره هذا الكاس ديال العبار صافي مابقيتش احتاجيته، عندي كاس اخر ودرت هذا هنا لصقته هنايا باش كيجيني هكا مكيشد لياش البلاصه. المهم قبلوا عليا وصافي كنبداو قال لك الحاجات ام الاختراع. صافي هنايا راكم كتعرفوا راه حنا هاد الايامات العيد راكم عارفين القطباني تغسلوا صباح وعشيه. بالنسبه للافابو هاد ديال الغسال ديال الاواني هذا ما صراحه ما صدقش ليا 100%، واخا خديته بشي 350 درهم ولا ما عرفت 300 درهم، المهم ما صدقش. والمعلم زاد كملها صراحه، كملها لان علاش ما درتش لا ماشين اوتوماتيك هنا، وعلاش اصلا باقي ما درتش البلاكارات لهاد الغرض ولهاد السبب، لانه هادو كيكونوا خاويين من الجهه اللورانيه، تيكونوا خاويين، كيجي المعلم ملي كتجيبوه له كيعمروه بالسيمه باش هكا كيجي قاصح هكا، يعني لما خلاه راه كتجي واحد الفجوه بديت تعوج ليكم. الوغ هذيك السيمه اللي عمر ليا بها هنايا نسى، ما عرفتش المعلميه صراحه والله العظيم الا ما نكذبش عليكم ما فهمتهمش، ما اش غنقول لكم، ما تيخدموش من نيتهم، بهذا المعنى ما تيخدموش من نيتهم. المهم عمر لينا هذا بالسيمه لان ما كنتش عارفه هادشي، علاش دابا بغيت نبارطاجي معكم هادشي، ما كنتش عارفه. عمر هادشي بالسيمه، هذه اللور ديالها عمرها بالسيمه، وكان عليه حط شي حاجه اللي غادي تخلي هاد البلاصه تكون مستويه، ما حطهاش صافي، خلاها عمرات. وكتعرفوا الانوكس كيكون خفيف والسيمه تقلات على هاد الانوكس، فتبوق ليا من هنايا كيف ما كتشوفوا، هو دار لي واحد الكريشه هنايا، وبقات هنايا الميل تيمشي لهنا، الماء تيمشي هنا. الا خويت الماء لاحظوا معايا، الا خويت لكم الماء شوفوا فين غادي يمشي الماء، لاحظتوا ها فين غادي يمشي الماء، هانتوما كيبان لكم دابا المعاناه صراحه والله، لان يعني غنحيد هادشي كله، غادي ندير غير خامه، وغادي ندير لافابو غيكون غير واحد هكا ضعير اولا واحد صغير. مع هذا جاني غارق نيت، جاني غارق بزاف، فخرج ليا تو ديالو لتحت، ما خلاش ليا ليسباس والعبار فين غادي تدخل ليا الماكينه. يعني عندي بزاف المشاكل في هذه الجهه هذه، يعني هذه الجهه كلها راه غادي تحيد وغتهرس، خاصني غير لقيت. وان شاء الله نبارطاجي معكم داكشي اللي غادي ندير، وما غاديش تعاودوا هاد الاخطاء هادو اللي درتها صراحه، لان غادي نرد البال هاد المره مزيان. بالنسبه للروبيني ها هو راه خديناه كنظن ب 150 درهم، وهذا خديته ب 150 درهم. وواحد الخطا اخر هي انكم ما تبقاوش ديروا الروبيني في الحيط. انا ندمت اللي درته في الحيط، ندمت اللي فيكسيته في الحيط. ملي كيكون الروبيني اللي تيكون في لافابو تيكون هنا اولا هنا على حسب صراحه، كتقدري تحولي لافابو الا بغيتي تصلحي كتحوليه فين ما بغيتي. هنا لا، تيبقى لافابو مفروض عليك تخليه هنا، يعني الا حيتي كتبقى معيبه لك هاد البلاصه، كنظن فهمتوني. المهم انا كنفضل ما نديرش الروبيني هنايا، بالعكس نديرو هنا ونديرو طويل، نديرو طويل يعني يكون عملي، وما نديروش هنا. انا درتو هنايا لان كان عندي صراحه هنا كان عندي لافابو هنا، حيدته هو اللي لقيت انا في الاقامه. المشكل ديالو كان قصير، وكنت كنبغي نغسل البرمه ولا شي حاجه كبيره، كنعتذر على هذا الصداع هذا. المهم كنت كنبغي نغسل شي برمه ولا شي حاجه كبيره، كان كيدير لي عرقله، وكان كيتحرك ملي كنقيسو كيبدا يتحرك ليا في هنايا، كي صافي هو يتهرس ليا من هاد الجهه. اذا يدير شي واحد شي حاجه صحيحه ويديرها طويله هكا اللي تقدري تغسلي حتى الماينات الكبار. بالنسبه لهاد اللعيبه هادي، هادي خديتها غير ب5 دراهم صراحه زوينه، كتحافظ على الماء. هانتوما شوفوا خديتها غير ب5 دراهم وزوينه صراحه، عمليه كما كتشوفوا، وكتحولوها فين ما بغيتو. تقدروا ديروا هكا، شفتوها ما عرفتش شايفينها ولا لا، كتقدروا تجيبوها هكا مثلا، تقدروا تحولوها لهيه كما كتشوفوا معايا. صراحه عمليه زوينه، خديتها غير ب5 دراهم صراحه، تقدروا ترجعوها عادي، كتحافظ لكم على يعني ما كتطلقوش الماء بالجهد، يعني كتحافظ على الماء، ما كتضيعوش الماء بها زعما، بهذا المعنى ما تضيعوش الماء، كتقتصدوا. المهم هادشي اللي كاين بالنسبه لهنا. وعندي هنايا ساعه، واخا راها ما خداماش، خاصها حجره، حبست لها حجره البارح. المهم ساعه خديتها ب50 درهم، خديتها ب50 درهم حتى هي راه دابا شي 5 سنين. بالنسبه كيف ما قلت لكم على الماكينه ديال الصابون، هي هذه بلاصتها هنايا، غادي نوريكم، ننزل باش نوريكم. هذه هي بلاصتها، دايره فيها هذا البلاكار هذا، ندوز باش نوريكم من هنا لان مصوره غير بيديا. هو هذا دايره هذا البلاكار، ها انتم حاطه فوق منه هكا الطباس اللي كنكون محتاجه. ها انتم شوفوا هاد التيو هذا، هاد التيو هو اللي دار لي العرقله، وحتى ماشي غير التيو، حتى هاد البلاصه ديال لافابو راه كما كتشوفوا هنايا راه نازله، يعني ما خلاتش ليا لا ماشين فين غادي تدخل. وواحد الاضافه اخرى، المهم هنا راه دايره غير هذا خاص بالمعالق والفراشط، هنا دايره الشباكين، هنا دايره البلاستيك، وهنا لتحت دايره كل ما يخص الحلوى، كل ما يخص يعني المستلزمات ديال الحلوى كامله. المهم بالنسبه للاخوات اللي باغيين يبنيو هاد سميتو هذا، يديروا هنا الطاله زعما، يديروا هنا هاد الطاله. كنصحكم في بلاصه اللي غديروا فيها لا ماشين ما ديروش الطاله، ديروا غير خامه تكون غليظه صافي، ما ديروش الطاله لانكم غتعليوا البوطاجي اكثر. بحال دابا انا هنا عليتو هنا وهنا، انتم شوفوا لاحظوا معايا بانيه كامل، وندمت عليه. كان بامكاني انني نخليه قصير، مع سورتو بنادم اللي قصير راه خاصو يكون بوطاجي اكثر باش يخدم على راحته. وهنايا كان عليا ندير غير خامه، كان عليا ندير غير خامه وندخل لا ماشين من تحت منها، يعني غير واحد البارتيه قد الرخامه قد الماكينه ديال الصابون نخليها غير خامه. ولكن هذا خطا درتو، لهذا ما ديروش نفس الخطا. حاولوا انكم يعني بالنسبه للناس النساء اللي طوال راه ماشي مشكل، راه يديروا يطولوا البوطاجي ماشي مشكل. دابا انا ولفت عليه، راه جاتني الصعوبه في الاول ملي كديروا البوطاجي هكا طويل وانتم متعودين على واحد قصير كتجيكم صعيبه الخدمه فيه صراحه. لهذا بلاصه لا ماشين بحال دابا انا كون درت هنايا غير قصير، ياك فهاد الجهه هادي نديرو قصير شويه، وهنايا نجي ندير في نفس العبار ونجي حتى لا ماشين وندير غير الرخامه بوحديتها، كنت ما غاديش نوقع في هاد المشكل كله. المهم باقي ما عرفتش، وهنايا قصرت هنايا، خليت باب قصير هنايا، باقي ما عرفتش واش غادي نهرس هاد الحيط هذا، نهرس هاد البلاصه هادي ونقص من هنا باش نوسع الدخله ديال البالكون، وندير غير خامه ونزيد لافابو اللي باقي ما عرفتش الاصلاحات صراحه اللي غادي نعاود ندير. وان شاء الله غادي نبارطاجيها معكم الا كتب الله ودرناها، يتحيد هذا الوباء ان شاء الله باذن الله، الله يرفعوا علينا. وعاد ديك الساعات نفكر شنو ندير. هنا عندي البالكون، راه غادي تشوفوا في يامات العيد، راكم عارفين انا دابا كنصور لكم في اليامات ديال العيد، راكم عارفين الشوايه والمجمر. راه شوينا البارح بالليل، باقي عاد غادي نغسل هذيك الشوايه، باقي ما غسلتهاش. المهم شوينا بالليل وغسلت غير المعينات ومشيت نعست لان عييت. هذا هو البالكون، صغير صراحه ولكن قاضي الغرض. المهم كنشويو فيه حاليا. هنا راني معلقه البصله، راه كلشي دابا ما كاين في المغرب، ما كاينش اللي ما معلقش البصله، غتكون رخيصه في هاد الوقيته صافي. بالنسبه للجهه الاخرى هنا راني غسلت البارح المعينات، مسحتهم رجعتهم بلاصتهم. هنايا دايره هاد الترموس لان كنحتاجو في الفطور وفي الكوتي، دايره قريب ليا. هنا دايره ورقه سيدنا موسى حطها تما. هنا دايره الفناجن اللي كنحتاجهم نيت القهوه ولا الحليب. وهنا هادشي المعينات اللي بيضين هكا عاديين. هاد الفنيجنات هادو خديتهم ب3 دراهم الواحد، وهاد الطبيصلات هادو خديتهم من ايكيا ب6 دراهم ونص. المهم زوينين صراحه، صدقوا زوينين وندمت ما خديتش منهم بزاف. الشكل ديالهم مختلف على اللي كنلقاو على برا. المهم هانتوما راه مكتوب هنايا ايكيا، الثمن اللي ما بقاش. المهم 6 دراهم ونص، صراحه زوينين، شكلهم زوين مختلفين على تقولوا لي راه كاينين طبيصلات بيضين هكا على برا موجودين وهذا، ولكن ماشي نفس الكاليتي ديال هادو. المهم خديناهم 6 دراهم ونص. هاد الكويس هذا عزيز عليا بزاف، كنشرب فيه الماء، عطاتو ليا واحد التلميذه عندنا في المدرسه كادو، راح عزيز عليا. وهذا بالنسبه لهاد الطاجيره هادي غير درتها غير احتياطيه، يعني ماشي غتبقى هكا دائما، يعني دابا راه تقريبا درتها شي 5 سنين دابا، هي وحده اخرى. راه هي درتهم كنظن ب80 درهم بجوج، ولا ما عرفت 80 درهم بجوج بالحكيته ديالهم بكلشي. المهم درتهم غير باش يعاونوني نحط فيهم على ما نصايب البلاكارات، يعني ماشي درتهم يعني نهائيا، راه باقي الديكور ديال البلاكارات باقي ما طايحش ليا في بالي، يعني ملي غادي نديرو ان شاء الله راه غنبارطاجيه معكم. ما عرفتش باغا ندير البيض، باغا نضرب الكوزينه كلها بالبيض لان مع الضيق وصغيره البيض هو اللي غادي يجيني مزيان فيها. المهم باقي ما قررتش، ما نكذبش عليكم. لهذا السبب كيف ما قلت لكم هذا المشكل ديال لاماشين هو اللي خلاني ما نديرش بلاكارات حاليا. المهم هنايا الفوق راني جامعه كلشي في الكراطن، غادي تشوفوا هنايا راني ما دايرهش حتى هنا البلاكارات، جامعه كلشي في الكراطن باش ما يتغبروش ليا. وباقي عندي بلاكار اخر عامر حتى هو بالماعن، هنا دايره غير داكشي اللي كنحتاج ضروري. هاد الكويسات هادو زوينين صراحه، نوريكم واحد محيداه منهم خديتو من 1055 ملي كيكون بروموسيون في 1055 البنات. بالنسبه للناس اللي في كازا سيروا خذوا المعينات، راهو المعينات غزاله واثمنه مناسبه. هادوك الكيسان اللي الفوق خديتهم ب45 درهم 6، انا نوريهم لكم صراحه ديال الشربه ديال القلب النيت. والترموسات اللي لتحت هو هذا اللي عندي لهيه، خديته ب130 درهم جوج، واحد فيه كيهز لتر وواحد كيهز لتر ونص، عندي ب2600 خديتهم ب130 درهم. هما هادو. وهاد السوبيره هادي ديال الحريره راه كانت داتها نيت 1055 خديتها ب100 درهم. والكويسات خلاص اللي كنت بارطاجيت معكم ديال مرجان. وخلاص راكم عارفين الكيسان ديال العنبه ما تيخطاو حتى شي دار، راهما عندي ليه. ودوك لي ماشين وعندي قصريه ديال العرعر، الا كنتو كتعرفونا راه مبليه بداك الشيء، راه عندي اللور مدرقه. وعندي الطواجن، اختكم راه مبليه بالطواجن، عندي من الصغير حتى الكبير. وعاد عندي هاد اللعيبه هادي هي كندير فيها مطيشه والبيض من تحت هاد المولده ديال الزاج، من فوق المول ديال الزاج، هانتوما شوفوا راه مبليه بالطين. المهم عندي هنا الطواجن صغير متوسط وكبير. وعندي الكوكوطات، داكشي اللي كنستخدم هنا، عندي داكشي اللي كنستخدم يوميا يعني في العمل ديالي اليومي. المعينات اللي ما كنستخدمش راني كنجمعهم في بلاكار اخر، كما قلت لكم عندي بلاكار اخر كاين على برا دايره فيه كلشي في الكراطن ديالو، المعينات في الكراطن، لي ماشين كلشي دايره في الكراطن. هنا عندي هاد الشوايه، باقي غنبارطاجي معكم ان شاء الله. هاد الشوايه خديتها من بيم، صراحه ما نصحكمش نبارطاجي معكم شنو وقع ليا فيها، ما ننصحكمش انكم تاخذوها. المهم هنا عندي كوكوطات، دابا نبارطاجي معكم حتى هما ان شاء الله يعني المزايا ديالهم وشنو اللي في خايب فيهم. المهم هادو كوكوطات كنت خديتهم تقريبا بشي 500 درهم كنظن، 500 درهم قل درهم كنظن. المهم هما هادو. ايوا صافي بالنسبه للفوق هو هذا، راني ما دايرهش كما قلت لكم بلاكارات. باقا صراحه بزاف ديال الافكار. المهم دابا غير بارطاجيت معكم الجوله قصيره هكا تكون في الكوزينه، باقي ان شاء الله نبارطاجي معكم بزاف ديال الحوايج. وعندي هنا في الطاجيره هادي هاد الطويجنات هادو، راني كنموت على الطواجن. ها نتوما شوفوا، عندي الطويجنات هنا وعندي طاجين هنا كندير فيه زيت الزيتون. المهم هادو خديتهم ب 10 دراهم الواحد، هادو 10 ديال الدراهم، زويونين صراحه شكلهم زوين. وعندي هنايا ديال العطريه كيف ما كتشوفوا، هذه كنت خديتها حتى هي دابا شي 5 سنين ولا 6 سنين، ما كتصدي ما حتى شي حاجه. البنات حكوها بجيك ترطب ما تيوقع عليها حتى شي حاجه، كتولي كتشعل. المهم انا راه ما حكيتهاش دابا، راه يعني صراحه صورت لكم بلا زواق بلا عطيت لكم داكشي كيف ما هو، يعني غير رطبت وصلت المعينه صافي. المهم نتوما شوفوا، باقي صراحه ما خملتش شي تخميله ديال قلب الكوزينه. هي هذه فيها 16 قرعه، فيها 16 قرعه وكتدور بحال هكا. ما كنبغيتش ناخذ اللي كنحفروا لها في الحيط، كما كتعرفوا انا عندي حساسيه صراحه من ديك الحفير ديال الحيط، يعني تتخسر المنظر ديال الحيط. وقلت ناخذ هذه حتى نفكر فين غادي، لان ضروري الا بغيتي تحفر في الحيط ضروري خاصك ضروري تعرفي تحددي فين اللي ما تندميش عليه، بلاصه اللي ما تندميش عليها. وفضلت انني نقضي بهذه بعدا، احسن نفكر من بعد ملي نعاود الاصلاحات ونفكر فين نديرها ولا فين نعلق، نشري وحده كتعلق. وهنا راه كانوا مكتوبين الاسماء البنات، كانوا مكتوبين ديال الاسماء هنا، راهم تمسحوا بكثره الغسيل تمسحوا. وقال سولته قلت ليه واش ما كيتحيدوش، قال لي راه ما كيتحيدوش وما راه كيتحيدوا. المهم ما تيقوش في اي حاجه كتقال، المعلمين راه تبغوا يبيعوا، عفوا البياعه والشريره تيبغوا يبيعوا سلعتهم. المهم بالنسبه لهنايا راه بلاصه لاهوت، ها انت هنايا كاينه البوطه، ديجا شاركت معكم البوطه اللي كنت خديتها ب 19 ريال، ماركه ويربول. عندها بريكه ديال الطون، راه مركبه البريز ديالها لهيه، ممكن ما قلت لكم خديتها ب 19 ريال. بلاصه لاهوت هي هذه، ما بغيت ندير فيها حتى شي حاجه. حتى كنت غادي ناخذ لاهوت ملي قلت غادي يكون التصميم ديال البلاكارات مختلف ولا شي حاجه، قلت حتى نفكر في البلاكارات ويجي المعلم عاد ديك الساعات نفكر في لاهوت. المهم بالنسبه لتحت عندي هنايا، هنا صورت لكم، هنا عندي غير البوطه وداكشي اللي ما كنبغيش، بحال البطاطا دايره هنايا، البطاطا دايره، البوطه دايره، الحامض مسير لان ما تيبغيوش الضو، ديما تندركهم هنا. هنا البنات درت واحد الحيله، قلت للنجار يديرها لي، درت دي زيطاجير هكا، باقي غنحيدهم راه ما غاديش يبقاو بطبيعه الحال. معاونيني صراحه دايرين لينا ديك الكويسات اللي كل واحد كيجي من جهه، كتعرفوا ملي كيتهرتوا لكم الكيسان تنخليها كغير ولادي باش حتى يكملوا يتهرتوا، ما كنجبدش الباكيات ديال الضياف. المهم دايره هنايا داكشي اللي كنحتاج الاستعمال اليومي ديالي، كل حاجه منين جايه ما تديوش عليا. هذا هو الكيسان اللي قلت لكم ديال الفا 55، هو هذا كبير صراحه وزوين، راه كيهز نص سيترو، كيهز نص سيترو، هو هذا زوين بزاف صراحه والله العظيم، الا لقيتوه غير خذوه زوين. المهم هو هذا، ها هو الشكل ديالو زوين وكبير، راه غير كيما كيبانش في التصوير. المهم كيف ما قلت لكم كل حاجه منين جايه هنايا، الكويسات هنا دايره كاع لي باط، القطنيه، السكر، اتاي. هنا دايره هنا انا كيشي عشابه جماعه، فين ما كان شي عشوب هنا جا معاهم. وهنايا خلاص راه دايره السمان، ها انت اختكم راه بلديه السمان، الحلبه، ملقش ليا نصور لكم بيدي هكا كلشي. المهم هنايا خازنا داكشي ديال الاعشاب هكا، الزعتر، اليازير، داكشي كاع اللي كنحتاج في الطياب خازناه تما. هنايا عندي الفران، راكم عارفين الفران هو هذا الفران ديالي. وعندي هنايا كندير اللاطات اللي كنحتاج، والمقالي ديال الحرشه، ودايره ليمول ديال الزاج اللي هي وديال البديع اللي كنحتاج في الفران، مقله ديال بغرير. هنا دايره الكاسرونات، ودايره المقراج ديالي اللي كنحتاج يوميا. المهم هنايا دايره القصاري اللي كنحتاجهم، كنديرهم في هاد الجهه هادي اللي خاويه. كيف ما قلت لكم هادشي اللي دايره انا راه ماشي دايره يعني نهائيا، ما غاديش نبقى نبدلو، راه غنحيد هادشي، انا غير دايره قاضيه به دابا. عاوني صراحه جمع ليا هكا يعني بارونجمون هكا كنجمع به، كنجمع فيه الروينه. باقي غنحيد هادشي كله غيتحيد، وهادوك لي زيطاجا غيتحيدوا، غنستغلهم في بلاصه اخرى، ما غاديش نخليهم هكا. وهادشي اللي كاين كنظن شاركت معكم كلشي. بالنسبه للطابيه هي هذه، صورها لكم قريبه هكا. المهم هذه لا صبنتها وهزيت الكحله باش نصبنها عاوتاني. المهم زوينه، ما تيبانش فيها صراحه الوسخ دغيا، ولكن كتعرفوا الكوزينه كيكون فيها التكرفيس ضروري تبداو تصبنوا، يعني هذه راه صراحه صبنتها بزاف المرات وباقا مزيانه. هادشي اللي كاين. صراحه الكوزينه ما كانتش هكا، كان البوطاجي واصل غير حد هنايا وكان خارج بزاف. المهم كانت الكوزينه ما نعاودش لكم حالتها. دابا شويه راه كتبان متيسعه، راه قبل كانت صغيره بزاف. وكنت باغا ندير هاد البوطاجي، كنت باغا نرجعو لهاد الجهه يجي بجنب الثلاجه. والمعلم قال لينا بانه لانستالاسيون ديال الماء غادي تدوز هنا في الارض، وراه الا كان شي فويت ولا شي حاجه راه غنهرسو ثاني الزليج وغنقلبوا على الفويت، لان الا خرج الماء عند الناس كيكون فويت. المعلميه كيف ما قلت لكم، المعلميه ما تيقينش في خدمتهم، ما تيقينش في راسهم، عارفين راسهم ما غاديش يديروا خدمه ناضيه. صافي اضطريت انني نخليه غير هنا، خليته غير في بلاصتو، ما بدلتوش. كتعرفوا السكن الاقتصادي كتكونوا مع الناس، ما تزعموش ديروا شي اصلاحات اللي يعني هكا الا ما كانوش معلميه النيت اللي حريفيه، ما تزعموش ديروا شي اصلاحات اللي هي كبيره بزاف، وشي اصلاحات اللي يعني تغيروا داكشي يعني جذريا، ما صعيبه. المهم البنات بالنسبه للبالكون كيف ما قلت لكم، هنا راه كنشويو، هنا راه دايره هاد الكرتونه هادي هنا، لان باش كيقطع عليها كلشي ما كيبقاش ليا اليدان في الزليج. غنهزها غندير اللحام اللي غادي نساليو هنا. بالنسبه للشوفو انا دايره هنايا، هذا شوفوا عادي صراحه، ماشي شي ماركه غاليه، سميتو جيوكا، خديناها ب 800 درهم. صراحه كيسخن الماء مزيان، عمرو وقع لنا شي مشكل. دابا راه عندنا 5 سنين غادي تشوفوا هنا هذا الصدى هذا البنات. هاد الصدى شنو هو سبابو؟ هو كان كيقطر لنا، كان تيقطر لنا الماء، والله ما عقلت فين كان كيقطر الماء. المهم واش هنا ولا هنا، ما بقيتش عاقله. المهم الماء كان تيقطر من هنا، هذاك الماء كان كيتسرب كيجينا حتى لهنا. صافي وصدى لنا، حنا ما كناش عارفين بلي سهل باش يتصايب، كنا كنتسناو غير باش نشريو واحد جديد. ناض واحد السيد الله يجازيه بخير صراحه، قال لنا بان راه مشكل ساهل، راه علاش خليتو حتى دار لكم هاد الحاله، راه كيتصاوب. دينا صاوبناه ب 80 درهم، خدام مزيان من داكشي. ما نعاودش لكم، كيسخن الماء مزيان، ما صراحه الحمد لله، واخا راه تيبقى الخطر وارد يعني بنادم يرد بالو، ولكن خدام لينا مزيان. هو ريقلو لنا، قالنا ما تقربوش ليه نهائيا، يعني المعلم ريقلو قال لك صافي خليه بحال هكا، ما تبقاوش تقربوا له، ومزيان زعما خدام لنا مزيان. المهم كما قلت لكم الماركه هي جيوكا، وخدينا ب 800 درهم، قلت لكم 5 سنين هادي. واضافه واحده اخرى البنات قبل ما ننسى، راني خليت تليفوني كيتشارجي لانه ديشارجي لي. هاد النقاصات هادو ولا هاد البريزات ديال الضوء كثروهم البنات، كثروهم في الكوزينه، يعني قد ما قديتو 5 6 ما غاديش تندموا عليهم، ما غاديش تندموا. انا راني دايره 1 2 3 4 وعندي 5 وعندي 6، وندمت لي ما كثرش. سورتو لتحت هنا في هاد البلاصه هادي، يعني على الاقل هاد لتحت خاص يكونوا 3 على الاقل. بالنسبه لكوزينتي انا نورمالمون خاص يكونوا 3، انا ندمت لي ما زدتش 2 لتحت هنايا. درت واحد لا ماشين، واحد الثلاجه، واحد هنا عندي لتحت، ولكن ندمت لي ما درتش 2 هنايا. ملي تكونوا كتصلحوا كثروا من هاد النقاصات واختاروا الاماكن المناسبه ليهم، راهم غادي ينفعوكم بزاف. المهم البنات وصلنا لنهايه لا فيديو، كنتمنى نكون شرحت كل شيء مزيان، وكنتمنى تستافدوا من هذا الشيء اللي شرحت. واللي احتاجت شي استفسار ولا بغات شي حاجه مرحبا في الكومونتير، على الراس والعين. وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وتفرجوا ما تملوش، لانني حاولت ما امكن انني نقصر لا فيديو ولكن جات طويله للاسف. كنتمنى ما تملوش وانتم كتفرجوا. واللي اول مره كيزور القناه ما تنساش الاشتراك فضلا وليس امرا، وما تنساوش تخليوا لي لايك ديالكم بطبيعه الحال الا عجبتكم لا فيديو. شكرا لكم على المشاهدة، شكرا لكم على الدعم، ودمتم في رعاية الله. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.